كيف بتحمي سيارتك من السرقات؟ تفضلوا معي. طبعا لتحمي سيارتك من السرقات، هلا مو موضوعنا هذه السيارة الأنفور، مو موضوعنا أبدا. نحن موضوعنا اليوم، موضوعنا كيف تحمي سيارتك من السرقات، تمام؟ هذا مو موضوعنا، مو موضوعنا. هذه الأنفور سعرها 120,000 دولار، حياة مرسيدس ما بعرف تصنع هيك سيارات. هذا مو موضوعنا، بس انت شلون تحمي سيارتك من السرقات؟ تو هذه واصلة جديدة، هذه واصلة جديدة سيارة. شايفين هذه الاستيكرات؟ هذه الاستيكرات تركب على البواب وعلى تحت غطى الماكينة بأي مكان مخفي، وبكون منها نسخة بالوكالة نفسها. يعني لو انسرقت سيارتك تجي على الوكالة هم عن طريق الكود. يعني الاستيكرات، شوف وين تتعلق الاستيكرات، على الغطاء مثلا من داخل، او مثلا على الابواب. شوفوا الاستيكر وين، فبتحطوها اول ما يستلموها الوكالة بيحطوا استيكرات على الابواب، بالغطاء، من ورا، من قدام، اماكن مخفية بالسيارة. شفتوا وين الكود؟ هذا الكود، وهذه هي الثيفت بروتكشن، يعني حماية ضد السرقات، تمام؟ الوكالة هي الوحيدة اللي عندها نسخة ثانية عن هذا الاستيكر. بتروح على الوكالة، هي بتطلع لك، بتلاقي لك سيارتك وين. أما إذا أنت مش موجود استيكر عليها وشريت سيارتك من مكتب، فهذه شغلة صعبة جدا، تمام يا أخوان؟ فهذا الاستيكر هو اللي بتطلع لك، بحصل لك سيارتك لو انسرقت عن طريق الوكالة، لأن عنده النسخة نفس هذول بالوكالة. مكاتب السيارات العادية ما راح يلاقولك يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو نسوي بعد؟ إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا، إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا. خبروني بالتعليقات. السلام عليكم.